أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. تقول في سؤال آخر: إذا توضأت المرأة للصلاة ثم غسلت لطفلها ولمست عورته وعمره أقل من 5 سنوات، فهل يبطل وضوءها بذلك أم وضوءها صحيح؟ نعم، يبطل الوضوء بمس الفرج سواء كان من الإنسان نفسه أو من غيره. فمس الفرج يبطل الوضوء، كما في الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. وسواء كان الممسوس من صغير أو من كبير، إذا مسه مباشرة منه أو من غيره بطل الوضوء. وأما إذا مسه من وراء حائل فإن ذلك لا يبطل الوضوء. نعم.